نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة أن يكون الاقتصاد وطنيا قائما على اختيارات الشعب التونسي، ويؤكد أهمية إصلاح نظام التربية والتعليم وإيجاد حلول لملف الدكاترة المعطلين وحلول آنية لغلق ملف المعلمين والأساتذة النواب. اتفاق تونسي ليبي على مزيد تسهيل الإجراءات في المعابر بين البلدين. اليوم انطلاق وفعاليات الأيام الوطنية حول التوجيه الجامعي بمدينة العلوم، وافتتاح الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي بعرض للفنان لطفي بوشناق. إلى التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه أمس بكل من وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وكاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ، شدد على ضرورة أن يكون الاقتصاد وطنيا قائما على اختيارات الشعب التونسي وعلى خلق الثروة وعلى نمو حقيقي لا على اقتصاد ريعي تحتسب على أساسه نسب نمو كاذبة. كما شدد على أن يكون مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قائما على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحقوق الأساسية كالحق في الشغل والأجر المجزى والنقل والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية. وشدد رئيس الجمهورية من جهة أخرى على دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعلى ضرورة رفع شتى أنواع العقبات ومن بينها عدم استجابة عدد من الإدارات المعنية لمطالب بعث عدد من المشاريع من بينها شركات أهلية. في خبر آخر، مثلت النتائج النهائية للسنتين المدرسية والجامعية والتقرير النهائي المتعلق بالاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم ومشروع القانون الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم محور اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه أمس بكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الثقافة المنصف بوكثير ووزيرة التربية سلوى العباسي. وجدد رئيس الدولة التأكيد على أهمية إصلاح نظام التربية والتعليم مشددا على التعليم العمومي على وجه الخصوص وعلى توفير كل الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة على قدم المساواة. كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف الدكاترة المعطلين عن العمل وحلول آنية لغلق ملف المعلمين والأساتذة النواب نهائيا. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الوضع غير المقبول لعدد من المؤسسات التعليمية التي تفتقر أحيانا لأبسط المرافق، داعيا إلى تضافر جهود الجميع من أجل إصلاحها والتعهد بها. كانت سبل دعم وتطوير التنسيق والتشاور بين تونس وليبيا فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية وتداعياتها على بلدان المنطقة أبرز محاور لقاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني مساء أمس بالعاصمة الليبية طرابلس برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة. واتفق الجانبان على مزيد تسهيل الإجراءات في المعابر بين البلدين لتحقيق حركة حركية وديناميكية نوعية في كل مجالات التعاون لا سيما الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. كما كان تطوير التعاون بين تونس وليبيا محور لقاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى. وأكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني في كلمة تونس أمس في منتدى الهجرة غير عبر المتوسط بالعاصمة الليبية طرابلس، أكد بالخصوص أن الوضع الحالي
يفرض مزيد تعزيز التنسيق المشترك على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرا إلى ما تبذله تونس من جهود كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة بكل ما تسمح به إمكانياتها البشرية واللوجستية والمادية. وكانت علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي محور لقاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني بطرابلس مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس، الذي أكد التزام المجموعة الأوروبية بمزيد التسريع في تنفيذ بنود الاتفاقية النموذجية المبرمة مع تونس. كما تم الاتفاق على مزيد تعزيز الشراكة والتعاون، خصوصا في ظل ما تشهد الهجرة غير النظامية من تنامي، والتي أثرت تداعياتها بشكل مباشر على بلدان ضفتي المتوسط. في خبر آخر، أحبط الحرس البحري أمس عملية هجرة غير نظامية نفذها مجتازون من عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على مستوى منطقة الوتام من معتمدية جبنيانا من ولاية أسفاقس. وقد عمد المجتازون قبل تطويقهم إلى رشق أعوان الحرس بالحجارة والاستيلاء على زورق صغير على متنه عون أمن ودفع عون آخر نحو البحر والاعتداء عليه بآلة حادة على مستوى الصدر، وفق المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس واحد هشام بن عياد. في إطار مقاومة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تفتنوا إلى مركب بحري حديدي على متنه مجتازين من جنسيات فريق جنوب الصحراء. تم الإشارة عليهم بالتوقف فامتنعوا عن الانتفاق وعمدوا إلى رشق الأعوان بالحجارة والمواد الصلبة، وبمحاولة السيطرة عليهم تصدوا بالعنف لأعوان الدورية، ثم تمكنوا من الاستيلاء على زورق إداري صغير والفرار به، وكان على متنه أحد الأعوان، لكن تم ملاحقة الزورق ومحاصرته والإمساك بالزورق، وكان على متنه بعض المجتازين من فريق جنوب الصحراء، وقد عثر على عون الحرس كان تعرض إلى العنف، فيما تم فقدان في أثناء العملية عون حرس آخر كان سقط بالبحر أثناء العملية، لكن من أطراف الله تم العثور عليه لاحقا بالشاطئ، وكان يحمل إصابة على مستوى الصدر بآلة حادة وحالته مبدئيا مستقرة. في الشأن التربوي، تنطلق اليوم بمدينة العلوم فعالية الأيام الوطنية حول التوجيه الجامعي لتتواصل على امتداد 3 أيام لفائدة الناجحين الجدد في بكالوريا 2024. وتتضمن الأيام الوطنية حول التوجيه الجامعي محاضرات حول مجالات الدراسة وآليات التوجيه ولقاءات مباشرة مع الأساتذة الجامعيين للاستفسار حول عروض التكوين وأفاقها المهنية. كما تتضمن لقاءات مباشرة مع مستشاري الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي لمساعدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا على القيام بتقييم موضوعي لمؤهلاتهم وقدراتهم. في أخبار الثقافة، تفتتح اليوم فعاليات الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي لتمتد سهرته إلى غاية 17 من أوت القادم، والتي تتضمن 11 عرضا دوليا وسبعة عروض تونسية. وتكون سهرة الافتتاح الليلة بعرض للفنان لطفي بوشناق بعنوان عايش لغنياتي، ويحتفي فيه بخمسين عاما من عطائه الفني الغزير. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. نذهب إلى أخبار فلسطين المحتلة. وفي اليوم 86 بعد 200 من العدوان الهمجي على غزة، نفذت آلة الحرب الصهيونية قصفا جويا ومدفعيا على مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع. وأعلن فجر اليوم عن سقوط 8 شهداء في أعقاب استهداف الاحتلال لمباني سكانية بالقطاع. كما استشهد صباح اليوم فلسطيني وأصيب 15 في قصف إسرائيلي لمسجد عبدالله عزام ومركز التأهيل الوحيد في مخيم النصيرات. في
مقابل قالت كتائب القسام إنها قصفت قوات إسرائيلية متمركزة في منطقة العزبة بمدينة رفحة بقذائف الهاون، وكشفت عن كمين جديد ضد الاحتلال في حي تل الهوى. وتشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن أكثر من 1400 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 600 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 6000 جريح. في الشأن الإنساني، توقفت محطات تحلية المياه عن العمل في قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، وأغلقت المخابز أبوابها بسبب نفاذ الوقود. وبحسب مؤسسات فلسطينية وأممية، فإن إسرائيل تمنع دخول الوقود لكافة القطاعات الحيوية والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، ما يلقي بظلاله السلبية على الأوضاع المعيشية المتردية أصلا لأكثر من 2 مليون نازح فلسطيني. سياسيا، تبادلت حركة حماس والكيان الصهيوني الاتهامات بالتسبب في الجمود الحالي في محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وحث زعماء أجانب منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن يؤدي إنهاء القتال في غزة إلى خارطة طريق محددة لإقامة دولة فلسطينية. ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمنية حول الدولتين أو حل الدولتين، وأصدر الكنيسة الإسرائيلي أمس بيانا يعارض إنشاء دولة فلسطينية بأغلبية 68 صوتا مقابل 9، قائلا إن ذلك سيشكل خطرا وجوديا على إسرائيل ويؤدي إلى إطالة أمد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود متابعينا الكرام ونجيزه لكم في عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة أن يكون الاقتصاد وطنيا قائما على اختيارات الشعب التونسي، ويؤكد أهمية إصلاح نظام التربية والتعليم وإيجاد حلول لملف الدكاترة المعطلين وحلول آنية لغلق ملف المعلمين والأساتذة النواب. اتفاق تونسي ليبي على مزيد تسهيل الإجراءات في المعابر بين البلدين. اليوم انطلاق فعاليات الأيام الوطنية حول التوجيه الجامعي بمدينة العلوم. وافتتاح الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي بعرض للفنان لطفي بوشناق. أجمل تحيات كوثر عرقوبي، إلى اللقاء.